السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل رندر للطريق بتاعنا، ونفس البرنامج اللي احنا بنستخدمه اللي هو اليومن ار تي موجود برضو في الاوبن بيلدينج ديزاينر. لو جيت هنا قلت له فيجواليزيشن هتلاقيه موجود هنا اليومن ار تي، وبرضو موجود في الاوبن رود اللي هو الديزاينر. طيب هنيجي هنا لليومن ار تي ده البرنامج. طيب لو انا موجود هنا في الاوبن رود conceptual connect برضو بيخليني اعمل رندر على اليومن ار تي. لو انت جيت هنا دوست على الزرار دوت وقلت له فيجواليز هيبدا يفتح لك اليومن ار تي. طيب انا عندي مثلا حاجه بالشكل دوت، بتلاقي ان انت تقدر تعمل موف لاي عنصر من العناصر، تقدر تعملها روتيت، تقدر تعملها سكيل، تقدر تدخل هنا وتخش في اعدادات اللايتنج والصوت وهكذا. ممكن تيجي هنا تغير الاعدادات من الصبح اللي بالليل، وتبدا الكشافات بس هي اللي تبقى ظاهره بحيث تشوف الفجوات اللي موجوده ديت، وتبدا ان انت توجد حلول ليها. برضه ممكن تيجي هنا، خلينا نرجعها للنهار. ممكن تبدا تغير في الووتر بادي مثلا، او تغير في الاوشن اللي هي المحيط. نقدر نضيف اشجار، تقدر تقول له انا عايز مثلا اضيف شجر، وتبدا تدخل على المكتبه وتختار الاشجار اللي انت عايزها، او دلوقتي بيعمل لها داونلود. وتقدر تضيف اشجار مثلا على جانبي الطريق. وتقدر تنسخ منها وتبدا تحط كتير منها. نقدر نحط مثلا بعض الشخصيات، مثلا عايز تضيف مثلا حد زي ضابط بوليس مثلا، حاجة زي كده. وتقدر طبعا تحركه زي ما انت عايز. بالشكل دوت. طيب وممكن برضو تضيف سيارة، او ممكن تضيف مجموعة من السيارات. لو جيت هنا وقلت له انا عايز ارسم مجموعة من السيارات، هيقول لك اختار بقى المسار اللي انت عايز ترسم منه، فبتبدا تختار بالشكل دوت. بتظبط المسار. وبعد كده هتقول له شغل، فيبدا بقى يحط لك سيارات بالشكل دوت، وتقدر انت تتحكم في الكميه بتاعتهم والمسافه والسرعه زي ما انت عايز، وتخلي فيه 2 او 3 او اكتر زي ما انت عايز من السيارات، والويتس بتاعهم تظبطه على مقاس بتاع الشارع.